انا رمزي خي 9 من النظافه، عندي في المهنه هذه 15 سنه. البرنامج تاعنا في شهر رمضان اللي كي تاع الصباح تبدا على مول صاله الصبح حتى ل 11 12، ونحن البرنامج تاع العشيه نبداو الوحده حتى ل 5 5 ونص 6. حضروهم نروحوا عندهم من كما نقولوا البراد عادوا نديرهم الفوق، وزيد نحضروا الشواري زيد نديرهم الفوق ونسكرهم مليح ونديماريو ان شاء الله. تكلوا على ربي، انا على بالك ما كاش كاميوات اسمو ذا زنيق ضيقين، ما تصع غير البهائم، كامي ما قدرش يدخل هنايا. العمل تاعنا فيها صعوبات بزاف، نلقاو مشاكل مع لي زيسكالي، نلقاو سجاج في الطريق، نلقاو الحطب، نلقاو الحجر. بالك تجرحت واحد 5 خطرات مع سجاج والله اكثر، والازقه ضيقه صارت لي بزاف، انا 4 خطرات والله 5. وسما وكاين اصابات خفيفه مثلا كيما نقولوا صعوبه ثانيه في الحمير، ساعات كي نصرجيو زوج كي تكون الزنقه ضيقه يتقلب لي الحمار، نعاود نصرجي من دارو جديد. ما يقدرش يرفد فوق النطاق تاعو، لازم ماكسيموم تاعو، برك لازم ماكسيموم تاعو. عندها أزنقة بس ما والفناهم، بس ما نعرفوا لا قصبة هذوك، نروحوا بزنقة بزنقة نخدموا، كاين ليكيبات كاين الحمير شوية، عندنا الحمير بزاف شوية، كل واحد عنده جهة تاعو، كل واحد عنده 4 سيكتورات، واحد 5 واحد 3 واحد. يا إما يربي الصباح ديريكت ولا يرمي من فوق الوحدة، هذه هو الوقت المحدد نتاعهم نورمالمون هكذا. الصباح راه نخدموا صباح وعشية، وما نلقاش رواحنا طال، ما يحترموش الوقت، ما يحترموش الوقت. نقولوا لهم ربي يهديهم ان شاء الله.